نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تقدم مستحق النادي الاهلي الشوط الاول. مبروك يا كابتن ايمن، اول شوط مبروك زي ما اتفقنا. الاهلي هو اللي بيحدد شكل المباريات، الاهلي هو اللي بيحدد شكل الخصم، لا حول ولا قوه. طول ما انت بتضغط وبتعمل بالروح، كابتن بلال كان بيقول لك الحاله البدنيه، الحاله البدنيه رجعت بعد الراحه بعد اشتراك مباريتين يا بلال، وبقينا النهارده موجودين بالفعل بالحقيقه. بندور بقى على 9، بندور على 8، كله 8 وكله 9 وكله بيحاول يكون في زيارات مستمره لمرمى المحله، وبيساعدهم على كده الحقيقه معاذ الحناوي والعش. وانا مش شايف يعني واقفين غلط فرقه المحله كلها. انت تقدر تزود الاهداف بباص واحد من نص الملعب لاي لعيب ينطلق من الناحيه العكسيه يعني. فانا ببارك للنادي الاهلي وبتمناها النهارده تكمل على خير، ما يندلش الاداء عن كده يا رب. ما زلت بقول ان مجدي قفشه ليه وجود جامد جدا في الملعب، بيغذي اكتر من كده. مهما كان سافيو جاب الجول وكل حاجه اعلى بيه، انما ما زال في بطء، ما زال في رؤيه متاخره. كريم فؤاد واحمد عبد القادر الحقيقه النهارده ومعلول عاملين شوط عالمي مع الحاله الهدوء اللي موجوده في ديفنس النادي الاهلي كله. ف بتمنى ديانج يكون احسن في الباص بعد كده في الشوط الثاني، وتكمل الحكايه بنفس الكومباكت اللي احنا عاملينه، ونجيب الجول الثالث اللي هو العبور للثلاث نقاط باذن الله. باذن الله. كابتن علاء، الاهلي في الشوط الاول سيطر على نص الملعب والاطراف، فكانت له الغلبه طوال الشوط. بص يا ايمن، انا بقول لك لازم الاهلي يعمل ضغط، ولازم يعني يحاول يحافظ على 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 الكوره في كل انحاء الملعب، لازم يضغط على لعيبه المحله كويس قوي. واحنا بنتكلم كده قلت لك اسوء خط المحله الربع اللي ورا، هو ده الحقيقه. مش لعيب خالص، كلهم تعبانين جدا، الاثنين اللي في القلب ضعاف جدا، وحتى المراقبه وحتى السرعه كل حاجه ممكن تعملها. محمد جابر هجوميا بس كويس، لكن دفاعيا ممكن عادي جدا. ايهاب سمير ملوش اي وجود، حتى ثلاثي الوسط يعني. فريق المحله النهارده بيلعبك بطريقه بالنسبه لك انت حلوه، بيلعبك جيم مفتوح، فانت بالنسبه لك كويس قوي، انت بتعمل ضغط كويس، بتقطع الكوره، بتروح دايما على مساحات فاضيه، مساحات فاضيه لعيبه النادي الاهلي، فانت خلاص واحد على واحد انت متفوق تماما. فرصه النهارده تعمل سكور يعني. انا لو مكولر النهارده بين الشوطين ده، انا اضغط اللعيبه اعمل سكور النهارده على فريق المحله، مش هتلاقيه بالشكل ده وبالمساحات الموجوده دي في الملعب. فالمهم ما تخليش فريق المحله يدخل المباراه تاني. يعني انت تدور النهارده على الجول الثالث، اول ما تنزل يبقى قتلت المباراه نهائي. لكن شوط محترم جدا لعيبه النادي الاهلي ادوه باكتر تمام. صحيح. كابتن عادل، رؤيتك الفنيه لحدث الشوط الاول. انا عجبني النادي الاهلي قوي، عجبني ضغطه، عجبني سرعاته، عجبني الباص بتاعه، عجبني استغلاله للفرص، ودي حاجه مهمه قوي. احنا اتفقنا اي فرقه صح مهما هتلعبك بغض النظر عن اسمها مين في الدوري عندك، لو استغلت الفرصه الاولانيه، ولو استغلت الضغط بتاعك، ولو استغلت كورتك الحقيقيه، ولو عملت الـ 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 الخطوط بتاعتك بتبقى متزنه، والانتشار كان جيد. يعني النهارده مثلا فرقه المحله عندها 10 بونت من الفرق اللي كسبانه في الدوري وماشيه كويس المفروض، لكن انت كنت الافضل النهارده. ده النادي الاهلي، النادي الاهلي لما انت اللي خليتها تظهر بالمظهر ده. طبعا طبعا يعني دائما احنا بنخلي احنا اللي بنجبر الفرقه تبقى كويسه او تبقى وحشه. هم بيشتغلوا علينا. عشان كده انا يمكن الشوط الاولاني يا كابتن او قبل المباراه قلت لك كلمه مهمه قوي على فرقه المحله او على اي فرقه بتلعب النادي الاهلي. النادي الاهلي لو اجبر الفرقه الثانيه على البلان بي اللي هو بعد ما يجيب الجون على طول، مش هيقدروا يجاوبوا النادي الاهلي، لانه مشكله النادي الاهلي ان كل الفرق بتلعبه منطقه ودفاع ودفاع منظم تمام. لكن انت لما بتجيب جون الاولاني اللي بيحصل الفرقه محتاجه ان هي تهاجمك، فبتلعبك بتوازن. حتى في فرق بتستنى للاخر، تستنى اخر ربع ساعه يقول لك لا انا ما افتحش مع الاهلي بدري، ولكن انت النهارده اللي فرضت سيطرتك انت النهارده. بس انا مستني بقى تاني شوط، ودي حاجه مهمه جدا، مستني المعدن التاني، او بالمعنى انك انت اتمنى تكسب 2 3 4 5. ليه لا؟ عاوزين نغير الفكره دي، ممكن نكسب 6 و7 و8 كمان. صحيح. ليه؟ بغض النظر عن انك بتلعب مين من الخصوم، ولكن استثمر يومك انت كويس، استثمر يومك كويس. وعلى فكره المحله فرقه كويسه، ولكن النادي الاهلي اللي خلاها بالشكل صحيح. ده صحيح. كابتن بلال، النادي الاهلي هو كان الافضل خلال احداث الشوط الاول، احنا كنا متخوفين مع عدم وجود راس حربه بصفه اساسيه، ولكن اللي احرز هدفين كمان بيرسي تاو
وبرونو سافيو عشان يستمر التفوق ده الشوط الثاني، ايه اللي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي ومستر كولر؟ طيب خليني اقول لك النهارده الاهلي بيقدم واحده المباريات الجيده بالنسبه لي. صحيح بينتشر كويس، انتشار جيد، بيستخلص بشكل كويس جدا جدا اتحاد الكوره، يعني بيتحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بشكل سريع جدا، في تنظيم في الملعب، في ضغط شديد جدا جدا على فرقه غزل المحله، ودي من المشات اللي بتعمل الضغط في توقيته حقيقه. يعني انت النهارده غزل المحله بيلعبوا باثنين سنتر باك فاتحين ملعب، واثنين باكين مثلا بيقوموا بعمليه الحته الهجوميه، انت دايما ضاغطهم على طول، فعندك فرص متاحه ليك بشكل كبير انك كل شوط تروح للجول على طول طول الوقت طول الوقت. مظبوط. الهدف اللي جه الاول لعبه هايله طبعا من علي معلول، رؤيه جيده جدا، بيرسي خرج بشكل كويس، حط الكرة برجله في حته جيده. الهدف الثاني وخلي بالك علي لعبها من مكانها، يعني ايوه بالظبط ايوه بالظبط ما جريش مترين ثلاثه يعني تمام، لكن التحرك والربط كان جيد جدا جدا جدا. الهدف الثاني مراوغه جيده طبعا من عبد القادر، سافيو راح حط الكره في نص الجول فيها، يعني حطها قويه شويه عشان كده قدر، يعني قدر ان هو يسجل منها هدف. بشكل عام الاهلي شكله حلو تمام، منظم بشكل كويس، ولما بتكسب الشوط الاول بيديك اريحيه كويس، بتعرف تشتغل بشكل كويس قوي تمام، بتعرف تتحرك بشكل كويس، بتعرف تخلق فرص بشكل كويس جدا عشان جدا يستمر جدا. بقى التفوق دوت، شوف انت طبعا مش هتقدر تعمل الضغط طول المباراه، يعني خلينا نبقى متفقين، ولكن تقدر تعمله في بعض الاوقات، يعني ممكن تبقى منظم شويه، تضغط شويه، ترجع شويه، تضغط شويه، يعني على فترات تقدر تضغط بحيث انك تقدر تسجل هدف. المحله الشوط الثاني هو بيفكر ازاي؟ هل ممكن يلعب بيكمل بنفس الطريقه؟ هتبقى فرصه بالنسبه لك ان انت تسجل الثالث والرابع والخامس كمان زي ما الكباتن اتكلموا. لو هو قفل وابتدى يلعب على هجمه مرتده هيبقى بالنسبه لك جيد لانك هتمتلك نص ملعب وتستحوذ بشكل كويس. فكلا الحالات بالنسبه للاهلي في الشوط الثاني هي السيناريوهات بالنسبه لك هتبقى الافضل، مش 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 لغزل المحله. الفكره انك تدخل الشوط الثاني ما يجيش في الجول، يعني ما تتلعبش واحده عشوائيه زي اللي حصل، ترقص وشوط وتضرب في الشناوي وترجع لك، ممكن كانت قلبت الماتش شويه، هتقلبه خد بالك معنويا مش تكتيكيا خالص، لان هو بيلعبك بطريقه هي طريقه مناسبه جدا بالنسبه للاهلي. طبعا خلق له مشاكل كتير جدا وعرب محل الجيم بالزبط. مفتوح عندك بالزبط. سرعات في الحته اللي قدام على طول رايح واحد ضد واحد، نص الملعب مفتوح بشكل كبير جدا لدرجه ان احنا بنشوف كريم فؤاد بيعمل سبرنت 40 متر صحيح. لحد الكورتين فاضي. طبعا ملعب فاضي بالنسبه لك تقدر تشتغل فيه بشكل كويس جدا جدا جدا، شويه تركيز بس للخط الامامي تقدر تسجل تاني وتقتل الماتش بشكل كبير. المحله هتقوم بالتغييرات في الشوط الثاني وضع اكيد وضع طبيعي. المهم ان بدايه الشوط الثاني ما تضغطش، ما تجيش في الجول عشان المباراه ما ترجعش، يعني يبقى ليهم امل فيها تاني، يعني مهم جدا. لو اللي هيضغط يبقى انت اللي تضغط الشوط الثاني، تبتدي انت اللي ضغط زي ما ابتديت الشوط الاول، سجل هدف تنهي تقتل. بس هو هيلعب بنفس الاسلوب المفتوح بتاع الشوط الاول عشان التعويض. بص يعني انا بتكلم على المحله قصدك يعني هو لو لعب هو هيلعب بالاسلوب ده اكيد وضع طبيعي، ممكن يكمل يزود كمان في الحته الهجوميه شويه عشان يقدر يعوض، خلاص بالنسبه له هدفين، لو سجل هدف دخل الماتش، لو ما سجلش هدف خلاص المباراه راح بالنسبه له. فاعتقد انه هيكمل كده الشوط بقول لك ايمن عندهم لعيبه كويسه جدا، جبريل وروك ده وحميد ماو وباولينج فوافي على فترات وعبد الوحيد، اللعيبه دي كلها كويسه، بس اسلوب النادي الاهلي هو اللي سلب قوه كل اللعيبه دي. فزي ما بيقول بلال وكل اللعيبه وكل المحللين، انت اللي تقدر تشيل كل الضغوطات اللي هي على الديفنس بتاعك او على نص ملعبك، فطول ما انت مكمل بهذا الاداء باذن الله ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه. كابتن علاء، الشكل المتوقع الشوط الثاني للمباراه؟ مفيش، نادي الاهلي هيبدا ضاغط وده الاحسن، يبدا ضاغط ثاني، لازم الهدف الثالث، ان خلص بقى الهدف الثالث كل حاجه انتهت تمام بالنسبه لك، عايز تغير، عايز تعمل تغييرات، رايح بعض اللعيبه، لكن 2-0 الاهم ما تدخلش المحله في المباراه بس على كده. الشوط الثاني يا كابتن عادل هنشوف اهداف؟ اتمنى الضغط يبقى مستمر، اتمنى ان انت ما ترجعش المحله ثاني للجيم، واتمنى انك انت زي ما قلت في الاول تجيب هدف والثاني والثالث والرابع علشان نفسي نخرج لمنطقه ثانيه اللي هي كل فرقه تيجي تلعبك لازم تكسبها تبقى عامله حسابها. صح يا كابتن بلال؟ اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني، التحقيق الفوز او الحفاظ على المكسب. هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.